عيدكم مبارك يا عائلة نجوم الويب، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. وبعد هذا الغياب الطويل طيلة شهر رمضان، عدت لكم مجددا أصدقائي بهذه الحلقة الجديدة على قناتكم نجوم الويب for Techniques Tutorials and Making Money Online، وأنا أرحب بكافة مشاهدينا الجدد، مرحبا بكم. وكما تعلمون أصدقائي أن الكثير منكم مهتم بمجال CPA، ولذلك أحببت أن أقوم بمشاركتكم أي جديد حول هذا المجال. وفي هذه الحلقة بإذن الله سوف نعرف الطريقة الجديدة للتسجيل في منصة CPA Build، لأنه حدثت العديد من التغييرات في هذه المنصة وخصوصا في خطوات التسجيل. والحمد لله من خلال الفيديو السابق الذي شرحته لكم تمكن العديد منكم من الحصول على حسابات في هذه الشركة، وذلك بالقبول الفوري بعد تقديم طلب الانضمام. وإذا كنت تريد صديقي الحصول على حساب في هذه الشركة والبدء في جني الأرباح، كل ما عليك فعله هو تطبيق كل ما سوف يرد في هذا الدرس خطوة بخطوة. ولكي لا أطيل عليكم هذا الفيديو أصدقائي، فاصل قصير وأعود إليكم. وقبل البداية أصدقائي في درس اليوم وشرح اليوم، أحببت أن أقوم بدعوتكم للانضمام والالتحاق إلى قناة نجوم الويب، وذلك فقط بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو المكتوب عليه اشتراك سبسكرايب أو صابوني، فقط بالضغط عليه وتفعيل خاصية أو ميزة الجرس لكي تتوصل بكافة جديدنا دائما، وكذلك لكي أقوم بإرسال لك إشعارات في كل مرة أقوم برفع ونشر فيها فيديو جديد. كذلك لا تنسى مشاهدة الحلقات السابقة لأنها حتما سوف تفيدك وفي العديد من المجالات. وإذا كنت مهتم بالدورات الربحية فأنا أنصحك بالتوجه إلى قسم قوائم التشغيل، وهنالك سوف تجد جميع دوراتنا الحصرية والمجانية. الآن أصدقائي مباشرة دعونا ننتقل إلى درسنا وشرحنا لهذا اليوم. إذا كنت صديقي شخص يريد الانضمام إلى هذه الشركة، أو إذا كنت من الأشخاص الذين قدموا العديد من الطلبات ولم يقبلوا في هذه الشركة، فالأمر جد بسيط صديقي. من أجل الحصول على قبول في هذه الشركة، كل ما عليك فعله صديقي هو اتباع الخطوات التي سوف أقوم بمشاركتها معكم. أول خطوة صديقي هي أن تقوم بمشاهدة الفيديو السابق الذي قمت بمشاركة فيه جميع الأسرار الخاصة بهذه الشركة، وكذلك قمت بمشاركة معكم في هذا الفيديو السابق معلومات حصرية قمت بإحضارها من خلال أبحاثي الشخصية، وكذلك من خلال التواصل مع الشركة في حد ذاتها. يعني هنالك بعض الأمور يجهلها العديد منكم مما تؤدي إلى الرفض المباشر لطلب الانضمام. إذا صديقي كما قلت لك، أول خطوة سوف تقوم بها هي مشاهدة الفيديو السابق ومشاهدة النصائح التي قمت بتقديمها. وعندما تنتقل إلى خطوة التسجيل سوف تقوم بالدخول إلى الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو، ومباشرة سوف يحولك إلى هذه الصفحة. كما ترون هذا هو التحديث الجديد الخاص بالتسجيل في منصة أو شركة CPA Build، والأمر سهل وبسيط جدا أصدقائي، لذلك كل ما عليك فعله هو التركيز. إذا بعدما أن قمت بمشاهدة النصائح التي قدمتها في هذا الفيديو، سوف تتوجه إلى صفحة التسجيل من الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو، والذي سوف يحولك مباشرة إلى هذه الصفحة أو هذه الواجهة. كما ترون هنا يقول لك Register an account، تسجيل حساب، هنا يقول لك أدخل اسمك الأول، تقوم بإدخال اسمك الأول، هنا اسمك الثاني، هنا البريد الإلكتروني، يجب أن يكون هذا البريد بريد حقيقي، هنا في اليوزر نيم يمكنك إدخال اسم مستخدم، إما اسمك ومعه أرقام أو اسمك ولقبك، يعني يكون اسم مستخدم لم يستخدمه أحد من قبلك على هذه الشركة. ثم هنا تقوم بكتابة كلمة سر وتعيد كتابة كلمة السر هنا في Repeat Password. ثم هنا صديقي في Country تقوم باختيار البلد الخاص بك، فهو يدعم جميع الدول العربية باستثناء بعض الدول التي قمت بمشاركتها معكم في هذا الفيديو. كما قلت لكم في هذا الفيديو شاركت معكم جميع المعلومات الحصرية. وبعدما أن تقوم باختيار الدولة الخاصة بك، هنا تقوم بإدخال Street Address، وهذه من أهم الخطوات الخاصة بالقبول، لأنه صديقي كما ترى في هذا الفيديو قمت بإدراج لكم هذه المعلومة Address must contain a door number، if you don't have one enter your zip or postcode instead، يعني الأدرس أو العنوان السكني الخاص بك يجب أن يحتوي على رقم الباب، وإذا لم يكن لديك رقم الباب قم بإدخال الزيب كود أو الرمز البريدي الخاص بولايتك، تقوم بكتابته هنا. هنا في State تقوم باختيار الولاية، هنا في السيتي البلدية، هنا في الزيب كود تقوم بإدخال الرمز البريدي الخاص بك، هنا في السكايب ID يجب عليك أن تقوم بإنشاء حساب في سكايب وتقوم بإدخال المعرف الخاص بحسابك أو اسمك أو بريدك في سكايب. هنا يقول لك Where did you hear about us؟ كيف سمعت عنا؟ تقوم بكتابة يوتيوب ثم تقوم بكتابة نجوم ويب،
يعني شاهدت فيديو في اليوتيوب من قناة نجوم الويب وهكذا سمعت عن هذه الشركة. هنا يقول لك Current Networks يعني الشركات التي تعمل معها الآن، شركات السي بي اي الأخرى التي تعمل معها باستثناء سي بي اي بيل. يمكنك كتابة مثلا OG Ads، تقوم بوضع فاصلة مثلا سي بي اي جريب، سي بي اي جريب وسي بي اي ليد مثلا، يعني تقوم بكتابة الشركات التي تعمل معها. هنا تقوم بإدخال رابط الموقع الخاص بك إذا كنت تمتلك موقع، أما إذا لم يكن لديك يمكنك إدخال رابط صفحة هبوط أو رابط كونتنت لوكر. إذا لم يكن لديك يمكنك إدخال رابط حسابك على السوشيال ميديا. وأهم قسم أصدقائي في هذه الخطوة هي يقول لك هنا Promotional Methods Traffic Source، يعني الطرق التي سوف تتبعها في ترويج العروض وكذلك مصدر الزيارات الخاصة بك. تقوم بكتابة لهم رسالة بالشكل الآتي: I use، أنا أستعمل الطريقة الفلانية من أجل الحصول على leads أو conversions أو تحويلات من خلال مصادر الترافيك التي سوف أقوم بمشاركتها معكم الآن. I use content locker، أنا أستخدم قفل المحتوى، كذلك direct offers أو العروض المباشرة. ثم تقول لهم I send traffic، أرسل زيارات from من خلال paid ads من خلال الإعلانات الممولة like مثل Google Ads، Facebook Ads، كذلك تيك توك Ads. ثم تقوم بعمل فاصلة and I use free traffic methods SEO methods، يعني أقوم باستعمال محركات البحث من أجل الحصول على ترافيك مجاني. وبهذا صديقي تكون قد شرحت للشخص الذي سوف يراجع هذه الرسالة أنك تستخدم الكونتنت لوكر وكذلك العروض المباشرة، وأنك تستخدم جوجل Ads وفيسبوك Ads وتيك توك Ads كمصدر زيارات بالإضافة إلى SEO للحصول على زيارات. ثم تقوم بعمل الكابتشا أو بفك الكابتشا وتقوم بالموافقة على شروط وقوانين الموقع، ومباشرة تقوم بالضغط على الريجستر أو التسجيل. وبعد إدخال جميع البيانات اللازمة صديقي، قم بالتوجه إلى الفيديو وقم بمشاهدة هذا الفيديو وتحقق من جميع المعلومات التي قمت بإدخالها، وهكذا سوف تضمن القبول. وبعد إدخال جميع البيانات تقوم بالضغط على تسجيل أو ريجستر بهذا الشكل، ومباشرة سوف يتم تحويلك إلى هذه الواجهة كما ترى هنا. يقول لك أول خطوة يجب عليك القيام بها هي تفعيل البريد الإلكتروني. وكما ترون أصدقائي، بعد الدخول إلى البريد الإلكتروني الذي قمنا بالتسجيل من خلاله، سوف نجد هذه الرسالة الخاصة بالتفعيل. ثم نقوم بالضغط على Verify Email Address أو التحقق من البريد الإلكتروني، وهذه خطوة مهمة. كما ترون هنا يقول لك Email Verified Successfully، تمت العملية بنجاح. الخطوة الثانية المهمة هي إدخال رقم الهاتف. يقول لك confirm a 5-digit code that will be sent to your phone number، يقول لك أنه سوف يتم إرسال 5 أرقام إلى الرقم الهاتف الخاص بك، قم بإدخالهم هنا من أجل التحقق. هنا تقوم باختيار الكود الخاص ببلدك، مثلا أنا سوف أقوم باختيار الجزائر، ثم أقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بي بهذا الشكل. بعد إدخال رقم الهاتف تقوم بالضغط على send code. هنا يقول لك success، تمت العملية بنجاح. تقوم بالضغط على OK، وبعدها مباشرة سوف تتوصل برسالة تقوم بالدخول إليها، ثم تقوم بإدخال ذلك الكود في هذه الخانة. وبعدها صديقي تقوم بالضغط على Validate. وكما ترى قمنا بإنهاء جميع الخطوات الخاصة بالتسجيل. الآن صديقي هكذا تكون قد أتممت الابليكيشن أو الطلب الخاص بالانضمام. يقول لك هنا Administrator Approval، Wait for an Administrator to review your account before final approval. You must complete email verification and phone verification before your application will be reviewed. هنا يقول لك صديقي قم بالانتظار إلى حين أن تتم عملية مراجعة الحساب الخاص بك، وفي هذه المدة تأكد أنك قمت بالإيميل فيريفيكيشن. كما ترون أمامها العلامة الخضراء، تمت العملية بنجاح، كذلك الفون فيريفيكيشن أو التحقق من الهاتف. وهكذا صديقي تكون قد قدمت طلب للانضمام. ولكي تضمن القبول يجب عليك أن تقوم بمراعاة المعلومات الخاصة بهذا الفيديو، سوف تجدون رابطه أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. قم بمشاهدة، تفهم جيدا، كذلك قم بتحصيل المعلومات من هذا الفيديو، قدم الطلب من خلال الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو، وبعد مدة ساعة أو ساعتان أو 5 ساعات سوف تتوصل برسالة القبول. وكما ترون أمامكم الآن أصدقائي هذا نموذج عن رسالة القبول التي سوف تتوصل بها. يقول لك هنا Application Approved، تمت الموافقة على حسابك، تهانينا، طلب الانضمام الخاص بك تم قبوله، والآن يمكنك تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك والبدء
في العمل مع هذه الشركة من خلال ترويج العروض إما عن طريق الكونتنت لوكر أو العروض المباشرة، وكل هذا قمت بمشاركته معكم في الحلقات السابقة حول كيفية الترويج للعروض والكونتنت لوكر مع هذه الشركة. وإلى هنا أصدقائي أكون قد أتممت هذه الحلقة وقمت بمشاركة معكم جميع الخطوات الخاصة بتقديم الطلب. أتمنى من صميم القلب أن هذه الحلقة قد أعجبتكم وأفادتكم وكذلك نالت رضاكم. لا تنسوا دعم هذا المقطع أصدقائي من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك ووضع تعليق إذا كان لديك أي استفسار حول هذا الموضوع. وإلى هنا أصدقائي ما بقي علي أن أقوله لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم سالمين يا أبطال.